وللحديث عن اليوم العالمي لعمالة الأطفال وواقع طفل في العراق، معنا عبر الهاتف من أربيل المحامية والناشطة الحقوقية وسن الدليمي. حياكم الله أستاذة وسن. حياك الله أستاذنا. أهلا بك. يعني منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف تقول إن أطفال العراق يواجهون أعلى زيادة في معدلات الفقر، برأيك كيف يؤثر ذلك على انخراط الأطفال في سوق العمل مبكرا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. طبعا بالحديث عن عمالة الأطفال اللي تفشت بالواقع العراقي، لابد أن نبحث بالمسببات. أولا المسببات اللي أدت إلى عمالة الأطفال وانتشارها بهذه النسبة اللي مرت بتقريرك المفصل، طبعا ارتفاع ظاهرة عمالة الأطفال بسبب الأزمات الاقتصادية، الظروف الأمنية، الظروف الاجتماعية، الواقع المجتمعي البائس اللي يمر به الأطفال بسبب الأزمات الاقتصادية المتوالية على العراق منذ 20 عام. ولا يخفى على خافي ما مر به الطفل والأسرة والمجتمع من أزمات اقتصادية، أزمات أمنية. هذا الواقع أثر سلبا على حياة الطفل، على واقع التربية والتعليم، واقع عمالة الأطفال، التشرد، التسرب من المدارس. طبعا هذه الأزمات ظاهرة هي الأسوأ بهذا الوقت من الأوقات اللي مرت بها البلاد، إضافة إلى الظروف الأمنية، عدم وجود دعم حكومي واحتواء لهذه الفئة من الأطفال، أو النظر بالأسباب ومعالجتها رغم خطورة الوضع. لأن الحكومة والوزارات المعنية لم تضع أو ما شفنا إلها خطة أو استراتيجيات محددة لمعالجة هاي الأزمة، رغم عدم الاكتراث بمآلات الوضع وما سيخلفه من آثار على المجتمع والطفل. عادة في مثل هذه الحالات من هي الجهة المناط بها حماية هؤلاء الأطفال أستاذة وسن؟ نعم طبعا الجهات المناط بها هي الحكومة. أولا البرامج الحكومية اللي يفترض أن تضع خطط لمعالجة هذه الأوضاع، وجود رغم وجود لجان ثلاثية من النقابات، وزارة العمل، اتحاد الصناعات، إلا أنه دائما دورها ما يكون بالمستوى المطلوب، ما يغطي كل مرافق العمل، ما عندهم القدرة للإحاطة بالأزمة. قد تكون قلة خبرة أو عدم تقدير لخطورة الوضع، أو ربما ما عندهم الإلمام أو الإحصائيات لتمكنهم من العمل على احتواء تفاقم هاي الأزمة. والبرامج الحكومية فهي كالمعتاد، يعني تهمش هاي الأمور، وحتى إذا ذكرتها أو طرقت إلها فهي مجرد حبر على ورق. يعني منظمة الأمم المتحدة اليونيسيف تكتفي لربما بالتحذير من أن يعني من خطورة ما يمر به أطفال العراق، ولكن ألا يمكن أن يكون لها دور على أرض الواقع ينقذ هؤلاء الأطفال مما يمرون به؟ بالتأكيد هي عمل المنظمات لا يكفي، لأنه الوضع هو ثلاثي الأبعاد. خلينا نقول هي أزمة أخطبوطية متشعبة، يعني المنظمات قد تكون إذا كان واقع اقتصادي تدعم الواقع الاقتصادي، أو يكون الواقع الاقتصادي مستقر أو الأمن مستقر ممكن أن تدعم الواقع التعليمي. لكن المشكلة عندنا في العراق هي مثل ما ذكرت لك أزمة متشعبة، يعني واقع أمني إلى واقع اقتصادي إلى واقع اجتماعي، انتشار المخدرات، الانفلات الأمني هنا وهناك. يعني رغم يعني خلينا ما نغفل أنه هناك الشرطة المجتمعية تؤدي دورها، لكن بحدود معينة، يعني مع تفاقم الأزمة ربما أو ظهورها على السطح تلجأ أو تحرك الشرطة المجتمعية. يعني دائما احنا نشوف لما الحالات تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تتحرك الجهات الأمنية، لكن هنا يعني لابد من وجود خطط واستراتيجيات لمعالجة الأزمة من جذورها، مو بعد أن تصل الأزمة أو تتفاقم أو تظهر، وهذا ما ظهر منها، وما خفي كان أعظم أكيد.
بالتزامن فالمنظمات عفوا عفوا المنظمات أستاذة وسن، يعني بالتزامن مع تمرير الموازنة، تقارير تؤكد أن الأجيال القادمة ستتحمل تسديد ديون البلاد للسنوات المقبلة. هنا السؤال، إلى أي مدى سيؤثر ذلك على مستقبل الأطفال في العراق، وما هو شكل المستقبل بطبيعة الحال الذي ينتظرهم؟ طبعا موازنة ثلاثية قاتلة تضرب الاقتصاد العراقي في مقتل بعد كل الفترة والتعثر الكبير. لإقرار الموازنة أخيرا تمخضت عن عجز كبير سيؤدي حتما إلى انهيار حقيقي. خلينا نسميها هي موازنة أحزاب، أو لربما مكافأة نهاية خدمة. وتذكر كلامي قريبا أستاذي، قد تكون أشهر، أو إن أردنا أن نتفائل خلينا نقول سنة، وتبدأ الأزمات بالطفو على سطح، ويبدأ الجميع بالتبرير والانسحاب. مع كل هذا الموازنة كانت في وادي، والبرنامج الحكومي اللي قدمه السيد السوداني في وادي آخر. أما فيما يخص في موضوعنا الأطفال ومعالجة أزمتنا، فكانت حتى في هامش هذه الموازنة لم يكن تتطرق إلى واقع الطفل أو الأسرة أو المجتمع. مع ذلك ستتحمل الأجيال القادمة عبء كبير من هذه الموازنة. تبعت هذه الأخطاء، أنا يعني أؤكد على أنها أخطاء متعمدة وأخطاء مدروسة من قبل وضع هذه الموازنة، لأنه موازنة كارثية، موازنة مدمرة لأجيال قادمة مو جيل واحد. نعم، إذا كنت ضيفتنا عبر الهاتف من أربيل، المحامية والناشطة الحقوقية الأستاذة وسن الدليمي، شكرا جزيلا لك.